هذا البث المباشر من العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية مدينة الدار البيضاء. متابعي قناة شوف تي في، معنا المثير للجدل يونس بن ملال اللي تشهر بالعفوية ديالو مع الناس، اللي تشهر بالتعامل ديالو الزوين مع الناس. أكيد تيبقاو فيه الحالات الإنسانية، تيبقاو فيه الناس كيبغي أنه يتعاون معاهم. أيضا كيتكلم على جميع المواضيع اللي كتخص المجتمع المغربي. يونس بن ملال واحد الضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحوار ديالو مع واحد السيدة كطلب، وأيضا دار حوار مع واحد السيد اللي كيتكلم على هذا الشيء ديال مسلسل رمضاني جوجوجو. سي يونس، السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم شوف تي في على قناة شوف تي في. بالنسبة لي أنا ما عنديش المشكل مع دنيا بوطازوط والفيلم ديالها صراحة، وأنا من المتتبعين ديالها. والسيدة متسولة يعني جات عندي تطلب، يعني قالت لي بغيت ندوز معاك دوزها على قبل ذاك المسلسل اللي تتصرح ديك السيده بانه تسبب ليها باش ما بقاش خدامه، وتفاعلوا مع المواطنين المغاربه وتبارطاج الحد الاقصى. ولكن واخا هكاك ما تيبينش بان بوطازوط خايبه، لا بالعكس، في لي كومونتير في الناس كلشي تيقول بلا دنيا بوطازوط راها فنانه ممثله ادت واحد الدور اللي هو ونجحت فيه بكل صراحه. يعني بوطازوط يعني ادت واحد الدور اللي انا استضفت المتسولين ودازوا معايا على المباشر لاول مره في المغرب، دازوا معايا على المباشر متسولين وتيقولوا باننا حنا تنتسولوا وما بقيناش خدامين. ويعني كما كانش ذاك الفيلم ديال بوطازوط ما غاديش يوقع هذا الشيء كامل. نعم، للاسف انت النيه ديالك حسنه وانك انت كنتي ضد دوك المسولين اللي كينصبوا على الناس، كيديروا راسهم زعما راه ميت ليهم شي حد ولا باش ينصبوا على الناس، لكن الناس خداوها بشكل اخر. شفنا تصاور ديالك مواقع التواصل الاجتماعي كيقولوا بلي انت ضد ذاك الفيلم ديال جوجو، ولكن انت عكس، انت كتقول لينا دابا بانك ضد دوك المتسولين اللي كينصبوا على الناس. الفيلم ديال جوجو انا ماشي ضده، بالعكس الواقع هذاك الفيلم بين واحد الحاجه اللي ما كانش هي باينه بكل صراحه. بالعكس المخرج، وتنحيي بوطازوط على ذاك الدور ديال ذاك الفيلم اللي حركتي، يعني اللي هما تينصبوا على الناس بالعربيه تعرف، لان واحد المتسوله راها صرحات لي في واحد الفيديو بان عارفه واحد بواحد، كاينه اللي ولادها في الصبليون ومازالت تسول، كاينه اللي شاريه الدار بالتسول، قال واحد السيد ساكن في بيت وخارج وغادي يصدق درهم ولا جوج درهم لديك المتسوله اللي هي عندها دار. كيف راه المتسولين صفات على المواطن، هادشي هذا ما خصناش نعريو. حنا ماشي ضد الصدقه، لا، الصدقه راه مذكوره، يعني مذكوره في القران الصدقه، يعني نعرفوا لمن نعطيوها، يعني نعرفوا لمن نعطيوها. بوطازوط اللي عرات على الواقع وادت هذا الدور بنجاح، اداتوش بنجاح، ما غاديش يجيو عندي المتسولين وما غاديش يديروا معايا المباشر وغادي يخرجوا اللي في قلبهم على ود ذاك الفيلم. يعني انت بالنسبه لك تظن ان واحد يتسول واخا يكون عنده ولا ما عندوش؟ لا ما عندوش. شوف احنا في واحد الدوله ديال القانون، يعني السلطات راهم عارفين اش يديروا على المتسولين، واش يخليهم واش ماشي يخليهم. ماشي انا اللي غادي نحارب المتسولين، لا، احنا راه كاينين بالبلاد المغرب من الامان، بلاد اللي فيها السلطه هي اللي عندها الحق حارب اي واحد. انا بحالي بحال الناس، يعني الا بغيت نحارب المتسول ما يمكنش واش نعطيه الفلوس وما نعطيهش، هذاك تيبقى السوق ديالي انا. اما بالنسبه باش نحارب المتسول، لا، راه السلطه اللي عندها الحق دير اي حاجه في هذه البلاد، الامن والامان، هذه الاولى. ثاني حاجه كاينين، انا تنوعي الناس بان راه كاينين المتسولين تينصبوا. تخيل اختي كاين المتسوله دايره الخمار تتسول وفي الاخر تتحيد، علاش دايره الخمار وانت تتسولي؟ علاش؟ واش كاينه المتسوله وهزه مونيكا كيما تتصرح معايا؟ واحد المتسوله اشهر متسوله في المغرب واقدم متسوله تتصرح بان كاينه واحد المتسولين كاو تيتسولوا بها مونيكا، وتيقولوا بانها بحال بنتهم وتيتسولوا بها. واش هذا ماشي نصب واحتيال؟ راه خصنا نوعاو ونحضوا، حنا كمواطنين خصنا نعرفوا لمن نصدقوا، حنا خصنا نعرفوا لمن نصدقوا، يعني نصدقوا لواحد الشخص اللي مقطوع عليه رجليه، واحد الشخص اللي هو مسكين ما عندوش لا خدمه لا والو، يعني نقدروا نصدقوا عليه. اما واحد الشخص اللي يجي يضحك عليك انت ويضحك عليا انا ويدي مني الفلوس وانا ما عنديش وانت هو عنده، هذاك تيتسمى ماشي متسول، تيتسمى
النصب والاحتيال، وتحيه للفيلم ديال دنيا بوطازو اللي عرّت هاد المساله في هذا الشهر المبارك. يعني كون ما كانش ذاك الفيلم ديال بوطازو ترى ما غيوقعش هذا الشيء، هذا ما غاتجا وبدات تغوت انا وقع ليا وفعل ليا ويا بوطازو. يعني ذاك الفيلم هو اللي عرى على الواقع، هي باش انا وصلت الصوت ديال هذيك المسلسل وذاك الفيديو راه دار ضجه في المغرب. متابعي قناه تي في، شكرا لتتبعكم هذا البث المباشر. وصلنا